أنا، أنت، وأنت، أطفال شباب شيوخ، على اختلاف جنسياتنا أو مكان إقامتنا أو أصلنا الوطني أو العرقي أو الديني، لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية. ما هي تلك الحقوق؟ ومن هو مشرعها؟ وهل تختلف حقوقك عن حقوقي؟ أم لنا الحق بالحصول عليها بشكل متكافئ ومتساوٍ؟ تطور مفهوم حقوق الإنسان منذ نشأة الخليقة إلى الآن، وظهرت العديد من الفئات والمنظمات التي تدعو إلى الحفاظ عليه. وقبل أكثر من 50 عاما، بتاريخ 10 من كانون الأول عام 1948، أعلنت منظمة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليعتبر المعيار لحقوق الإنسان في دساتير وقوانين الدول. من خلال متابعتك لبرنامج نشأة ومفهوم حقوق الإنسان وبرنامج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية في الأردن، سوف تتمكن من التعرف على مفهوم حقوق الإنسان، نشأة وتطور حقوق الإنسان عبر التاريخ، إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأيضا سوف تتعرف إلى العناية التي أولاها الدستور الأردني لحقوق الإنسان، وكيف كان لحقوق الإنسان حيز واسع في التطور التاريخي للمنظومة التشريعية في الأردن. ابدأ بالاطلاع والمعرفة الآن، وتعرف على الحقوق التي منحت لك من خلال الشرائع الإنسانية والشرائع السماوية والمنظومة التشريعية الحديثة في دول العالم والأردن. مشروع حقوق الإنسان من أجلك ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في الأردن، والذي يتولى إدارته المركز الوطني لحقوق الإنسان. مشروع حقوق الإنسان من أجلك منفذ من قبل عدد من الجمعيات الوطنية، وهم الجمعية الأردنية لتحسين بيئة العمل، جمعية صداقة الأردن وسان مارينو، مؤسسة أمينة، جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، وجمعية فجر الأردن. معلومات الاتصال